استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم وفدا من طلاب الجامعات في إطار دورة تدريبية تثقيفية لطلاب الجامعات المصرية. وخلال لقائه بوفد الطلاب أشاد أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد مناع بحرص القيادة السياسية على إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإلمام بحقيقة الأحداث المختلفة من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. كما نقل مناع لوفد الطلاب تحيات وتقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.